والله ما بعدتوا من السياسة الغلاء. غتجوعوا الشعب بصح الناس، وخجوع الشعب دائما الشعب تحت جلالة الملك. وخا تجوجعوا الشعب، وخا تقهروا الشعب، الشعب عنده واحد القوة في الداخل ديالو ما تقدروش توصلوا لها. الدجاج واللحم والله ما وركوا على البطونة ديال الناقيس رضاك الفقير، والله ما وركوا على البطونة ديال الناقيس لا تعشى الفقير في هاد البلاد. أنا غنشرح أكثر. والله ما بعدتوا من هاد السياسة ديال الغلاء. غتجوعوا الشعب بصح الناس. والله تغجوجوا الشعب، غتجوعوا الشعب، وخا تجوعوا الشعب، دائما الشعب تحت جلالة الملك. دائما أقولها وأكررها، دائما وخا تجوجعوا الشعب، وخا تقهروا الشعب، الشعب عنده واحد القوة في الداخل ديالو ما تقدروش توصلوا لها، بعيدة على الماكلة والشراب، وبعيدة على الإسكان، وبعيدة على الطب، وبعيدة على التعليم، شي حاجة لداخل بما تسمى ربما قد نسميها بروح المواطنة. ميكونش عندها أزمة غلاء وأزمة تجزاب. التعليم الله يجيب، الله يحفظ التعليم، الله يحفظ الله يجيب، والسبيطارات الله يستر الله يحفظ. كذا جليل لاكارت ناسيونال ديال القسم. أما التيك توك، التيك توك إلا ما يديرش بلاصتو في القسم عرف نمشي الركبي. التيك توك غادي يدير بلاصتو في القسم، وأنا غنشرح لك بدون أن تسولني. لأن هذوك الناس بداو بالتيك توك، والتيك توك خرجنا الخبايا، خرجنا المرض اللي فينا، خرجنا القيع اللي فينا، وخرج فينا بكل صراحة، خرج منا العيب اللي فينا، خاصة هذوك الناس اللي كيمشيو للتيك توك وكبيس كبيس. تفضل. سيبك كيفاش كتشوف الظاهرة هذه ديال التيك توك الأغلبية ديال الناس ولا؟ الظاهرة ديال التيك توك، أوكي. نعم. التيك توك ما هو إلا عبارة عن طلبة. عبارة عن جقرة. هو طلبة. كبسوا كبسوا ماذا تعني؟ واش كبسوا بحال سبيحوا؟ هذه كبسوا. بغينا نعرفوا علاش كبسوا. شي موضوع زوين ونستافدوا منه. سبحانك يا جليل، بعد ما ولات الملابس الداخلية هي الخارجية، ونكبسوا اخويا نكبسوا. لا حول ولا قوة الا بالله. بعد ما ولات الملابس الداخلية هي الخارجية، وكين الله يسمح لينا في البحر عدوا الملابس الداخلية عادي، يطلع من البحر ممنوع. كتعري في البحر، هذا موضوع اخر الله يحفظ، مواضيع كثيرة. كتعري في البحر وتعري في الحانوت. سبحانك يا جليل، كتعري في البحر كيف قال جوج وتحت من حضرة جوج في شارع بحال بحال. اش فرق بين هذه وهذه؟ نرجعوا للموضوع ديالنا باش ما نخرجوش على الموضوع ديالنا. الموضوع ديالنا هو شي ديال قلتي ديال الغلاء، وشي ديال انتقل معكم للرقات الى جات على خاطرك. الرقات شنو بالك في هذه الرقات؟ تحيه الرقات. لا الله عارف الاغلبيه يوما عموش، وكاين الزوين وكاين الخيب، وعارف انا مدرسه عاد عارفهم كامل. يا ايها الرقات العاصم، قولي الرقات، ما تخرجش لكم هذاك، ما دخلتوش واحد القالب جديد بالاختطاف؟ هذا كان مع الرقات انت ارتاح. واحد القالب جديد ما دخلتوش ديال الاختطاف. شنو هو الاختطاف؟ كيجيكم الضحيه مسكين، ضحيه نعم ضحيه، كتكلم عليه بوحدو، هذاك بوحدو كيجي عندكم الضحيه، ما بقيتوش كتقراو على الضحيه، وليت كتقرا على واحد الصديق ديالك حداك، هو اللي كينطق، هو اللي كيدوي، هو اللي كيدوي كيقول اي حاجه في الجن اللي داك السيد. سبحانك يا جليل. سيدنا سليمان عليه السلام قال الله سبحانه وتعالى: آتي لملكا لا ينبغي من بعدي احد. وتما كتقولوا كنشوفوا الجن، وشوفوا العفاريت، وشوفوا الجن العاشق والغير العاشق. لعنة الله وعليكم. علاش النصارى ما عندهمش العاشق؟ علاش النصارى ولاد عيسى عليه السلام ما عندهمش العاشق، وما عندهمش الروقات؟ راه هذاك الجنس راه فايتنا بزاف، فايتنا بخطوه خطوه ونص، وهذا لعاب كبير. وانا بحر بإذن الله سبحانه وتعالى. قالبكم سالة، والله يتقالبكم سالة، كنقولها بكل صراحة بكل وضوح، بلا ما ندخل الموضوع ديالكم راه لفرشكم، لأنك أنتم كنت آخر هذاك، وأنت موضوع آخر وما قادناش عليه الوقت هذاك بوحدو. الرقاص الله يحفظ، راه ندخل بعيدة على الماكلة والشراب، وبعيدة على الإسكان، وبعيدة على الطب،
بعيد على التعليم، شي حاجه لداخل بما تسمى ربما قد نسميها بروح المواطنه. يكون عندنا ازمه الغلاء وازمه تجزئه التعليم، الله يجيب الله يحفظ التعليم، الله يحفظ الله يجيب، والسبيطارات الله يستر الله يحفظ. كذا جليل لاكارت ناسيونال ديال القسم. اما التيك توك، التيك توك الى ما يديرش بلاصتو في القسم عرف نمشي الركبي. التيك توك غادي يدير بلاصتو في القسم، وانا غنشرح لك بدون ان تسولني. لان هذوك الناس بداو بالتيك توك، والتيك توك خرجنا الخبايا، خرجنا المرض اللي فينا، خرجنا القيع اللي فينا، وخرج فينا بكل صراحه، خرج منا العيب اللي فينا، خاصه دوك الناس اللي كيمشيو للتيك توك وكبيس كبيس. تفضل سيبك، كيفاش كتشوف الظاهره هذه ديال التيك توك الاغلبيه ديال الناس ولا الظاهره ديال التيك توك؟ اوكي اوكي اوكي، نعم التيك توك ما هو الا عباره عن طلبه، عباره عن جقره. كيفاش هو طلبه؟ كبيسو كبيسو ماذا تعني؟ واش كبيسو بحال سبيحو؟ هذه كبيسو، بغينا نعرفوا علاش كبيسو. شي موضوع زوين ونستافدوا منه. سبحانك يا جليل، بعد ما ولات الملابس الداخليه هي الخارجيه، ونكبسوا اخويا نكبسوا، لا حول ولا قوه الا بالله. بعد ما ولات الملابس الداخليه هي الخارجيه، وكاين الله يسمح لينا في البحر عدوا الملابس الداخليه عادي يطلع من البحر، اما ممنوع كتعري في البحر. هذا موضوع اخر الله يحفظ، مواضيع كثيره. كتعري في البحر وتعري في الحانوت، سبحانك يا جليل. كتعري في البحر كيف قال جوج، وتحت من الحضرة جوج في الشارع بحال بحال، اش فرق بين هذه وهذه؟ نرجعوا للموضوع ديالنا باش ما نخرجوش على الموضوع ديالنا. الموضوع ديالنا هو شي ديال قلتي ديال الغلاء، وشي ديال انتقل معكم للرقات إذا جات على خاطرك. الرقات شنو بالك في هذا الرقات؟ الرقات تحية الرقات. لكن الله عارف الأغلبية وما نعموش، وكاين الزوين وكاين الخيب، عارف أنا مدراسة، أنا مدراسة عارف نعرفهم كامل. يا أيها الرقات العاصم، قولي الرقات، ما تخرجش لكم هذاك، ما دخلتوش واحد القالب جديد ديال الاختطاف؟ هذا كان مع الرقات، أنت ارتاح. واحد القالب جديد ما دخلتوش ديال الاختطاف؟ شنو هو الاختطاف؟ كيجيكم الضحيه مسكين، ضحيه نعم ضحيه، كنتكلم عليه بوحدو، هذاك بوحدو كيجي عندكم الضحيه، ما بقيتوش كتقراو على الضحيه، وليت كتقرا على واحد الصديق ديالك حداك، هو اللي كينطق، هو اللي كيدوي، هو اللي كيدوي كيقول اي حاجه في الجن لذاك السيد. سبحانك يا جليل. سيدنا سليمان عليه السلام قال الله سبحانه وتعالى: آتي لملكا لا ينبغي من بعدي احد. وتما كتقولوا كنشوفوا الجن، وشوفوا العفاريت، وشوفوا الجن العاشق والغير العاشق. لعنة الله وعليكم، علاش النصارى ما عندهمش العاشق؟ علاش النصارى ولاد عيسى عليه السلام ما عندهمش العاشق وما عندهمش الروقات؟ راه هذاك الجنس راه فايتنا بزاف، فايتنا بخطوه خطوه ونص، وهذا لقاء كبير، وانا بحر بإذن الله سبحانه وتعالى. قالبكم سالة، والله حتى قالبكم سالة، كنقولها بكل صراحة بكل وضوح، بلا ما ندخل الموضوع ديالكم راه لفرشكم، لأنك أنتم كت آخر هذاك وأنت موضوع آخر وما قادناش عليه الوقت هذاك بوحدو. الرقاص الله يحفظ.